باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل القرايات زي ما احنا عارفين during أيام الأسبوع بتبقى مرتبطة جدا بالسنكسار، عشان النهاردة بنعيد بقديس غوريوس الأرماني كل القرايات بتتكلم عن الرعاية. بولس الرسول في وداعه لكهنة أفسس في سفر الأعمال أصحاح 20 جه في الآخر كده بعد ما قال لهم كل اللي في قلبه، قال لهم دي آخر مرة أشوفكم، قال لهم كده: لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دمكم جميعا. طب ليه بتقول كده؟ ليه بتبرأ نفسك من دم هؤلاء الناس؟ بعد كده بيأكد لهم، لأن احنا بنعيد بعيد قديس غوريوس الأرماني، إزاي إيه هو دور الراعي، الراعي الحقيقي، وإيه هو دور الرعية. يقولون كده: لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشيئة الله، احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بنفسه. يفضل الموضوع مش موضوع تاريخي ولا هو القديس غريغوريوس ولا القديس بولس، لكن السؤال شخصي جدا لكل واحد فينا: يا ترى أنا النهاردة أمين على خلاص نفسي وخلاص نفس رعيتي الصغيرة أهل بيتي وبعدين خدمتي مهما تكون، ولا أنا سبب عصرة ليهم؟ كتير قوي أرفض القراءة، أرفض المعرفة، أقول أنا عارف. ساعات نسمع كلام غريب، أقول لك أنا عمري ما سمعت الكلام ده. عمرك كم سنة؟ قريت كم كتاب؟ يقول لك أنا قريت الكتاب المقدس زمان. خلصت يعني؟ بولس الرسول بيتعجب أنه حتى في الرسالة الأولى ويكلم تيموثاوس، في الرسالة الثانية إصحاح 3 وبعد إصحاح 4 قرينا تقريبا كل إصحاح 4 وآخر إصحاح 3. تيموثاوس الثانية الرسالة اللي كتبها بولس الرسول قبل ما يستشهد بأيام قليلة جدا، وناس تقول ساعات كمان قبل ما يستشهد بساعات قليلة. تقول لي إيه لتلميذك تيموثاوس؟ يقول له كده أنه أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. إيه هو ذلك ده؟ اكرز بالكلمة، وبخ عز انتهت بكل أنا وتعليم. ليه؟ يقول له تاني: أنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح. وخلي بالكم كلمة التعليم الصحيح ساعات تبقى ملخبطة الناس. التعليم الصحيح اللي أنا أعرفه، مش تعليم الكنيسة، مش تعليم الأباء، مش تعليم كلمة الله. طب أنت عمرك ما قريت ورافض تقرأ؟ والحجة بقى الجميلة اللي بتحطها قدام عينينا: أصلا إنسان بسيط، أنا ماليش في القراية، أنا ربنا في قلبي وخلاص. إيه ربنا تاني يسألني؟ إذا كان الله في سفره هو شعب يقول له إيه؟ هلك شعبي لعدم المعرفة. طب وبعدين؟ يقول له كده: لأنك رفضت المعرفة أرفضك ولا تكهن لي. يعني إيه؟ كهنوتك مرفوض، سواء كهنوت خاص أو الكهنوت العام. يقول لي كده: اصحى، كهنوتك مرفوض. الأصعب ما كده يقول: لأنك رفضت شريعتي أنسى بنيك. يقول ده وقت الاستيقاظ، لأن المعرفة مش المعرفة الذهنية، المعرفة المخلصة. بزور مرة عيلة من فترة كده، فبقول لها: يا فلانة ما بيجيش ليه؟ قالت لي: أنا خلاص ما بقتش أؤمن بأي حاجة في الكنيسة. ليه يا حبيبتي؟ إيه اللي حصل؟ قالت لي خادمة، قالت لي إن أثناسيوس الرسول طلع غلط. قلت لها: بجد؟ طلع إيه غلط عنده؟ قالت لي: ما أعرفش، قالت لي كده وخلاص. فأنا دلوقتي ما بأمنش بحاجة ومش هتناول تاني. فزعلت جدا وحزنت إن في خادمة غلطت أثناسيوس الرسول. طب هي قريته؟ قالت لي: لا. طب أنت قريتي؟ قالت لي: طب ما قالت ليش غلط في إيه؟ قالت لي: لا. ساعات كتير قوي نلخبط نفسنا ونلخبط الناس بكلام عجيب، صدقوني. عشان كده بولس بيقول إني بريء من دم جميعكم. يجي مرة تانية رب المجد يسوع نفسه يقول: جميع الذين أتوا قبل إيه؟ سراق ولصوص. ليه سراق ولصوص؟ بعض الناس قالوا إنه بيتكلم على الأنبياء، وده مرفوض تماما عند القديس يوحنا ذبيل الفم في تفسيره للآية دي. قال المسيح لا يمكن، لأن هو اللي أوصانا فتشوا الكتب. الكتب دي مين كتبها؟ الأنبياء. طب يعني ايه؟ يشرح لنا اكتر القديس لوقا في سفر الاعمال لما بيتكلم عن ازاي يجي وقت
وكان في ناس قبل المسيح، واحد اسمه سوداس واحد اسمه يهوذا، قالوا ان هم مستحق، وشويه ناس مشوا وراهم وناس دي ماتت وخلصت. فقال لنا كده، او كان بينصح اليهود ساعتها، قال لهم اهدوا، المسيح لو ده حقيقي ما حدش يقدر يقاومه، لو هو زي الناس اللي قبل كده سوداس ويهوذا شويه ايام وهيموت التابعين بتوعه وتخلص الحكايه على كده. عشان كده القديس بطرس في الرساله الاولى اصحاح 5 يقول لنا خلي بالكم في عدد 10، يقول لنا كده إلهكم اسمه إله كل نعمة. عكينا ولخبطنا وغلطنا أساس الرسول وغلطنا كل الدنيا، اسمه إله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجد الأبدي. واللي انسى اللي فات ده كله، انسى اللي فات، لأن الله لسه دعيكي ولسه دعيك رغم كل اللخبطة ورغم كل الرفض القديم ورغم الكراهية اللي في قلبك واللي في قلبك وعدم الغفران، كل حاجة اسمه إله كل نعمة. العزم العزومة اسمه إله كل نعمة. طب عزمنا على إيه؟ الذي دعانا إلى مجده الأبدي، مش حاجة أقل من كده. أقول طب بس قالوا بس عملوا بس فلانة سوت، يقول لي أنا دعيك على إيه؟ الذي دعانا إلى مجده الأبدي. طب أنا ما استاهلش، يقول لي عارفة، لكن الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع. طيب وهتبقى سهلة؟ يقول لي لا، هتتألم. يقول لنا كده بعدما تألمتم يسيرا. ليه بتقول يسيرا؟ يقول لي كده لو انت عندك أبدية ومصدق أنك من يوم ما تعمد وعايش حياة توبة وعايش حياة قداسة وعايش توبة مستمرة، دخلت فين؟ في المسيح الأبدي. جملة جميلة قوي بحب أشارككم بيها دايما، أبونا بيصلي قبل التناول على طول، بعد ما يصلي هو الاعتراف الأخير يقول له إيه؟ ليصيرنا تناولنا من أسرارك المقدسة واحدا معك إلى الانقضاء. وكأن الكنيسة كلها تعمل إيه؟ المعترفين التائبين هيركبوا مركبة الأبدية مع المسيح، مش هينزل الأبدية. طب لو أنا ركب مركبة الأبدية وعندي مرض حتى طول عمري، أعيش كم سنة؟ 100 سنة قدام الأبدية بإيه؟ ولا حاجة. مش كده اللي مصدق وعايش أنه بدأ الأبدية، آلام العالم الحاضر تبقى صغيرة قوي. بعدما تألمتم يسيرا، طب هتسيبني لوحدي وأنا ماشي كده؟ يقول لي لا، يقول لي كده حط قدام عينيك إن هو يثبتكم، إن هو يقويكم، إن هو يمكنكم، مش تبقى لوحدك. عشان كده يقول لي أنت باصص على إيه فيهم؟ باصص على الألم اليسير ومكبرة قوي، ولا باصص على إن المسيح اسمه إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا؟ للأسف إبليس بيزق كل واحد فينا، قال لك لا أنت متألم جدا، أنت أكتر واحد وأنت أكتر واحدة متألمة في العالم. والله يقول إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي بعدما تألمتم يسيرا. لما أقرأ الكلمة صح بعين الله أشوف إن كل ألم أرضي مهما كان طوله هو يسير ومؤقت. بولس نفسه يقول نفس الكلام، ان الام هذا العالم الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. عشان كده نلاقي بولس والكاثوليكون بيقول لنا عينيكم على اله كل نعمه. دايما الابراكسيس يدينا مثل حي، بولس الرسول واقف يوعظ في اخر زياره لافسس، الناس بتعيط عشان مش هتشوفوا، بيقول لهم بتعيطوا على ايه؟ عشان مش هتشوفوني؟ طب احنا كلنا هنمشي في يوم من الايام، كويس ان عندكم مشاعر طيبه، لكن اقول لهم ايه؟ اني مستعد مش بس ان انا اتالم ولكن ان اموت من اجل المسيح. يجي المزمور يفرحنا كلنا، امسكت بيد اليمين وبمشورتك اهديتني وبالمجد قبلتني، وانا فخير لي الالتصاق بالله. اللي يقرا مننا سفر تثنيه من أصحاح 1 لأصحاح 8، إيه مفتاح سر نصرة شعب الله؟ التصقوا بي. يقول لي كده جه الوقت إنه أسمع مع المسيح إنه راع واحد لرعية واحدة. كل فكرة تقسم البيت الواحد والكنيسة الواحدة هي من الشيطان. راجعي نفسك وراجع نفسك وأنا راجع نفسي، يا ترى كلامي بيقسم ولا بيجمع؟ يا ترى أنا عايش تحت مظلة إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي، ولا أنا عايش
لذاتي ومع دول وعلى دول وقدام دول وورا دول، والكلام العجيب اللي إبليس بيحاول يحطه في قلوبنا. أمسكت بيدي اليمنى، وأما أنا فخير لي الالتصاق بالله. ده كان في العهد القديم. في العهد الجديد بقى التصاق فقط، العكس. قال كده إن من يأكل جسدي وأشرب دمي هتبقى إيه يا رب؟ يثبت فيا وأنا فيه. تعالوا نصلي كده في الدقائق اللي جاية لكي نثبت فيه، نلتصق به، ونرى أننا تحت رعاية إله كل نعمة الذي دعانا إلى المجد الأبدي بعدما تألمتم يسيرا. له المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين. We exalt you worthily with Elizabeth.